رسالتنا إلى النظام إن أي تجاوز على سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم سينظر إليها الشعب ويحمل مسؤوليتها المباشرة ملك البلاد شخصيا. فلا يمكن أن نعقل إن تعد يمكن أن يحدث على شخص مثل هذا الشخص وفي مثل هذا الموقف بدون علم القيادة السياسية. لذا سنحمل القيادة السياسية مسؤولية أي اعتداء. خوف ليس على الشخص بقدر ما يمثله هذا الشخص من ضمانة للوطن، فلا السلمية ولا الإصلاح ولا وطنية الحل يمكن أن نضمنها بغير وجود سماحة الشيخ عيسى. ليس بيدي ولا بيد أحد آخر أن يضمن لكم ذلك ويضمن للوطن ذلك، فافهموا. ولم يكن هذا تهديداً، إنه تشخيص للواقع.